يومكم جميل ومليان خير بإذن الرحمن. صباح الفل عليكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. النهاردة إن شاء الله هكون منفردا مع كل حضراتكم وهنتكلم سوا في كتير من الموضوعات، أولها بطبيعة الحال ماتش امبارح واللي أكيد ما كانش مرضي لكتير جدا مننا، بس إحنا متفقين بقالنا فترة على إن الوضع الحالي تعالوا نتعامل معاه من منطلق إن دي مرحلة إعداد واختبارات ل أجيال جديدة من أبطال النادي الأهلي المستقبليين إن شاء الله. لما نبص للموضوع من الزاوية دي أعتقد يعني دي فيها كمان شيء من الموضوعية، مش إن إحنا بنضحك على نفسنا. هنتكلم في التفاصيل دي وهنتكلم عن ماتش إمبارح، وعايز أتكلم معاكم كمان أو أقول لكم على أخبار كتيرة استجدت في الكام ساعة الأخيرة. منتخبات مصر في رياضات مختلفة الحقيقة عملت شغل زي الفل ورفعت راية البلد عاليا، هنقول لكم هذا الأمر وبالتفصيل. وهنتكلم طبعا عن الرياضات المحلية والرياضات العالمية، عندنا موضوعات كثيرة متعلقة بالصحافة الرياضية وأهم المانشيتات، فروع النادي الأهلي المختلفة بكل ما فيها من أحداث ومن مستجدات، كل ده هنتكلم فيه مع حضراتكم في الساعة الأولى من حلقتنا النهاردة. والساعة الثانية زي ما حضراتكم عارفين بل وحافظين من خلال متابعتكم لينا بيكون دايما عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا من خلالها الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، وطبعا هنفتح معاه الكثير من الملفات اللي تهم كل حضراتكم. وتاني فقرتنا هتشرفنا من خلالها دكتورة إيمان المراكبي أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وهنتكلم في موضوع في ناس كتير بتشتكي منه، فكرة الوزن الزايد والوزن الناقص، يعني فقدان الوزن وزيادته، ويعني علاقة اضطرابات الشهية بهذا الأمر، وإيه هي اضطرابات الشهية، هل هي مرض ولا مش مرض. كل دي أسئلة هنتوجه بيها الأستاذة الدكتورة إيمان المراكبي اللي هتكون منورانا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله. تعالوا بقى نبتدي معاكم سلسلة أخبارنا والموضوعات اللي عايزين ندردش فيها مع بعض النهاردة، وطبعا لازم تكون البداية مع لقاء الأمس. امبارح طبعا كلنا تابعنا المباراة اللي تعادل من خلالها الأهلي سلبيا مع فريق الإسماعيلي في مباراة يعني أشبه ما تكون باللقاء الودي، يعني تعتبروا أنتم بتتفرجوا على ماتش ودي كده الحقيقة، لكن كلمة حق برضو لازم تتقال. أكيد زي بقية الأهلوية أكيد كلنا مش مبسوطين لا من الشكل ولا من الأداء، لكن يعني تجاوزا هنقول إن إحنا مبسوطين بأننا بنكسب عناصر مميزة، عناصر جديدة وشابة ودماء جديدة بيتم ضخها في الفريق الأول للنادي الأهلي، زي ما شفنا امبارح كان مصطفى شوبير في حراسة المرمى متألق، وكذا عنصر الحقيقة من الشباب اللي هيكونوا مكسب كبير لينا في الموسم الجديد بإذن الرحمن. أما سواريش فأتمنى أن يكون يعني بيتعامل مع بقية المباريات الفاضلة من منطلق التفصيل اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيها من شوية، ما قلت لكم إيه؟ قلت لكم إحنا عايزين نتعامل مع اللي بيحصل حاليا والمرحلة الراهنة اللي إحنا فيها كفترة إعداد واختبار لعدة عناصر، لأن ده الحقيقة التفسير الوحيد اللي ممكن نقبله ونتعامل معاه على إنه يعني إيه في شيء من المنطق. أتمنى يكون سواريش ماشي في نفس التراك اللي إحنا كمشجعين ومحبين للنادي الأهلي ماشيين فيه، وعموما أكيد عندنا برضو أرجع أقول عندنا كلام كتير قوي عن ماتش إمبارح هنتكلم فيه في الفقرة الحوارية الأولى. تعالوا بقى نروح للنتائج المتميزة اللي حققتها بعثة المنتخب الوطني اللي شاركت في منافسات بطولة العالم للمواي تاي اللي أقيمت في كوالالمبور مؤخرا واللي انتهت بيه الأمس، وفاز الحقيقة منتخبنا بسبع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية. طبعا ده ما جاش من فراغ، ده جه نتيجة منافسات البطولة اللي أدى من خلالها لاعبتنا أداء ممتاز، وبالتالي سجلوا إنجازات جديدة للرياضة المصرية. مليون مبروك للاتحاد المصري للمواي تاي على هذا الإنجاز، وأكيد مستنيين منه المزيد من النجاحات والإنجازات. وعشان برضو ندي الحق لأصحابه لازم نتوجه بالتحية للأستاذ محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي اللي منورنا ومشرفنا حاليا على التليفون. أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك يا فندم ومليون مبروك. صباح الورد كريم بيه، الله يبارك في حضرتك، وسعداء ان احنا بنسمع صوتك على قناة الاهلي، وسعداء جدا باهداء اللاعبين المصريين السبع ميداليات الغاليين اللي قدموهم لمصر وشعب مصر. يمكن جدير بالشكر ان اللعيبة المصريين اول مرة نشارك في بطولة العالم للناشئين والشباب، ونشكركم دايما على متابعتكم ومساندتكم. جميل. طيب
اكيد الانجازات اللي اتحققت دي ما اتحققتش من فراغ. انا بس عايز اطلب من الزملاء لو في امكانيه ان انا اسمع الدكتور يعني استاذ محمد على الاير بيس، يعني اكيد اللي حصل ده استاذ محمد ما جاش من فراغ بطبيعه الحال، ويمكن مفارقه لازم نقف عندها، فكره ان دي اول مشاركه ويتحقق من خلالها انجازات بالحجم ده. فالاستعدادات كانت عامله ازاي؟ التحديات كانت عامله ازاي؟ والله كريم، اللاعبين المصريين كانوا قد المسؤوليه. الجهاز الفني اللي كان موجود بقياده المستر رفعت جابر وكابتن وليد زكريا والكابتن ايمن صاني ومساعده الكابتن احمد عيسى قدروا ان هم يجهزوا اللعيبه في الفتره القصيره اللي كانت قبل بطوله العالم، رغم التحديات وعدم كان في صعوبات شويه في وجود بعض تذاكر السفر، ان كوالالمبور الموسم السياحي كان موجود في دون في الوقت الحالي، الا ان اللاعبين قدروا يوصلوا ويشاركوا، كانوا على اعلى مستوى من الجاهزيه، ولاعبين اتنافسوا مع اعلى واكبر دول في العالم في رياضه المواي تاي واثبتوا ان هم قدر المسؤوليه. وفي مين ممكن تغلب على الدول رقم واحد في المواي تاي زي روسيا وكازاخستان وتايلاند. والحمد لله يعني العالم المصري ولاعبتنا توجوا على اعلى المنصات العالميه، منصه بطوله العالم وذهبيه عالم غاليه حصدها اللاعب وليد زكريا لمصر، وشرفنا برضه سفير مصر في جمهوريه مصر العربيه في ماليزيا معالي السفير رجائي نصر. يعني فرصه نشكره انه تابع البطوله اول باول وتابع انجازات لاعبتنا. هو الحقيقه دايما سفراء مصر في الخارج بيكونوا يعني من اوائل الحضور ومن اوائل الداعمين لاي فريق لاي بعثه لاي منتخب مصري بيشارك في فعاليات اي رياضه من الرياضات. على ذكر الرياضات، احنا قلنا كلمه مواي تاي اكتر من مره خلال اللقاء ده مع حضرتك، ويمكن البعض من مشاهدينا مش عارفين ايه هي رياضه المواي تاي، فنستاذن حضرتك بس في تعريف ولو مبسط للرياضه دي. رياضه المواي تاي هي الملاكمه التايلانديه، هي رياضه عريقه ومعروفه على مستوى العالم، وتعني بالعربي الملاكمة التايلاندية. أيوة. هي رياضة مزيج ما بين الملاكمة وبين التايكوندو، وتمارس على حلبة ملاكمة مع ارتداء كامل أدوات السلامة. تمام. خلال ثلاث جولات بيمارس فيهم اللاعبين مهارات اللكم باليد وبالكوع والركل بالساق وبالركبة، ومن خلال الثلاث جولات بيتم تقييمهم مع صاحب أعلى نقاط مؤثرة بيكون هو صاحب الفوز، بيحصل على الرابح في الجولة على 10 نقاط والخاسر على 9 نقاط، ومن خلال الثلاث جولات يتم جمع جميع النقاط ويتم إعلان الفائز صاحب الأعلى نقاط موجودة. تمام. طيب يعني أكيد حضرتك أدرى مني بكتير، بس أنت أكيد عارف أن الرياضات القتالية أو رياضات الدفاع عن النفس ليها شعبية كبيرة جدا في وسط المصريين، حتى لو كان البعض منهم حاببها وهو لا يمارسها أو بيمارسها ولكن بشكل غير احترافي. ليه المواي تاي مش واخدة نفس يعني الجماهيرية اللي واخدها رياضات تانية من عينة الكاراتيه والجودو والتايكواندو إلى آخره؟ كريم بيل، المواي تاي اتحاد حديث العهد أشهر في سنة 2020 بقرار رقم 159 لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشهر الاتحاد المصري للمواي تاي. رياضة المواي تاي عندها شعبية دلوقتي تكبر كويس. يمكن احنا بعتنا بعض احتفالات بعض المحافظات بأبنائها، بالألافات موجودين في الشوارع بيحتفلوا بأبطال العالم. مصر كلها ابتدت تتعرف على رياضة المواي تاي وما هي رياضة المواي تاي وما هم لاعبين المواي تاي من خلال الإنجازات للاتحاد الحديث العهد. صحيح. أثبت نفسه ولاعبينه وأثبتوا نفسهم ومدربينه وقدروا أنهم يستطيعوا أنهم يوصلوا لأعلى منصات التتويج العالمية ورفع علم مصر خفاقا، فمعظم شعبية اللعبة بتكبر بشكل كبير، وأنشطة الاتحاد الحمد لله قدرت أن هي تشمل محافظات الجمهورية. جميل، كويس ان الرياضه يعني شعبيتها في زياده ملحوظه حسب كلام حضرتك. احنا عايزينها توصل للمرحله اللي هي تكون من خلالها جاذبه للمعلنين والاعلانات عشان يكون في فاندنج، وعشان اكيد ده شيء يعني هيساعد حضرتك وهيساعد كل القائمين على الاتحاد المصري للمواي تاي. فعلا كريم بيه، احنا سعداء جدا ان رياضتنا الحبيبه قدرت انها تثبت نفسها في الفتره الوجيزه صغيرة،
وقدرت ان هي تثبت ان الاتحاد له رؤيه مستقبليه، وقدر ان هو يوصل بلاعبيننا. يمكن احنا شاركنا في بطوله العالم في ابو ظبي بالكبار، وشاركنا بالناشئين والبراعم والشباب في بطوله العالم كوالالمبور. احنا من خلال فتره اشهار الاتحاد من 2020 الى هذا اليوم قدرنا نشارك في بطولتين، بطوله العالم للكبار وبطوله العالم للبراعم والناشئين والشباب. والحمد لله معظم لاعبينا حصلوا وحصدوا ميداليات. احنا سعداء جدا بهذه الانجازات، وسعداء بلاعبينا واولادنا وبناتنا واولادنا ان هم اصبحوا ابطال عالم، والمصريين اثبتوا نفسهم، وكلمه مصر وعلم مصر موجود دايما في بطولات العالم دي. عظيم. بتستعدوا ايه بقى لايه ان شاء الله الفتره الجايه يا استاذ محمد؟ والله احنا حاليا دلوقتي بنستعد لبطوله العالم للجامعات، عندنا لاعب ولاعيبه ان شاء الله مشاركين في بطوله العالم للجامعات، ونجهزهم ان شاء الله. طبعا الموضوع جديد علينا احنا كاتحاد مصري والمشاركات الدوليه والاحتكاكات دي كلها، لكن احنا ان شاء الله بس احنا الحمد لله زي الفل، ويوم ما شاركنا في تفاعله دوليه يعني حققنا فيها انجازات محترمه جدا الحقيقه. الحمد لله مصر قد الدنيا كلها في كريم بيه، ولاعبين مصر ابطال ومعنوياتهم عاليه وقدروا يثبتوا نفسهم، وان شاء الله ان شاء الله يثبتوا نفسهم اكتر واكتر الفتره الجايه، ونتكلم مع حضرتك في المزيد من النجاحات والانجازات والبطولات ان شاء الله في القريب العاجل. الله يخليك كريم ان شاء الله. شاكر جدا، ربنا يخليك. ده احنا اللي بنشكر حضرتك وبنحييك وبنهنيك على الانجاز المحترم ده. يمكن كريم بيه فرصه اشكر معالي الوزير اشرف صبحي لمتابعته الدوريه للبعثه اول باول، اشكر كل الكوادر والقائمين على وزاره الشباب والرياضه على دعمهم لرياضه الماي تاي ولاعبين رياضه الماي تاي ومنتخب مصر. وفرصه اشكر كل شعب مصر ونهديه الميداليات الغاليه، وان شاء الله باذن الله يكون في احسن واحسن واحسن ان شاء الله. الله ان شاء الله. حياتي وشكري وتقديري لكريم بيه. ربنا يخليك يا فندم، واحنا بدورنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، وبنحييك طبعا يعني تحيه كبيره جدا على الانجازات المحترمه اللي حصلت. وخلاص انتوا كده طمعتونا بقى ان احنا ان شاء الله مستنيين منكم باذن الرحمن في القريب العاجل المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات ان شاء الله. بنشكرك استاذ محمد، والحقيقه عايز اضم صوتي برضو لصوت استاذ محمد في توجهه بالشكر لمعالي الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. يعني هو كان بيشكره على دعمه لرياضه المواي تاي، انا عايز اشكره على دعمه لكل الرياضات المصريه زي ما كلنا متابعين في الفتره الاخيره. الحقيقه معالي الوزير يعني لا يدخر اي جهد ابدا في انه يكون موجود وفاعل وداعم سواء بشكل يعني مباشر او غير مباشر لكل الرياضات المصريه ولكل المنتخبات والبعثات المصريه اللي شاركت واللي سافرت في الكام شهر او حتى الكام سنه اللي فاتوا، وشاركوا بمنتهى النجاح وبمنتهى القوه وحققوا انجازات محترمه جدا يعني في كتير جدا من البطولات العالميه. فاكيد كل التحيه وكل الشكر ليه معالي الوزير. تعالوا بقى على ذكر المنتخبات المصريه المختلفه، كنا بنتكلم من شويه عن المواي تاي، في بقى حاجة تانية هنتكلم فيها دلوقتي، وهنتكلم تحديدا عن منتخب مصر للستريت ورك اوت اللي اتكلمنا عنه في حلقة امبارح لو حضراتكم تابعتونا، واللي بيواصل الحقيقة انجازاته التاريخية في اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في لاتفيا، حيث حققت البعثة حتى هذه اللحظة 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية. نجح البطل عمر الجندي في الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة السترينث للوزن المتوسط، كمان فاز مصطفى العراقي بالميدالية الفضية والمركز الثاني في الوزن الخفيف، فاز ياسر محمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية في فئة الباور للوزن الخفيف، فيما فازت روان ناصر بالمركز الرابع في السترينث وأشرف عادل بالمركز الخامس. وكان أبطال المنتخب كانوا نجحوا أول يوم في التتويج بالميدالية الذهبية في الوزن الخفيف في فئة الفردي الفريستايل بعد فوز مازن أحمد بالمركز الأول وفوز عبد الرحمن ديكو بالمركز الثالث في الوزن المتوسط. طبعا إنجاز محترم جدا، مبروك لأبطال المنتخب الوطني، وحاجة مشرفة جدا وبتفرحنا كلنا كمصريين وبتطمننا على اللي جاي، إن احنا خلاص دلوقتي إن شاء الله يعني مشينا بالفعل على تراك البطولات العالمية في رياضات كتيرة، حتى منها رياضات ما كانتش معروف أو
او حتى مسموع عنها قبل كده، كما هو الحال في المواي تاي اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، واللي كنا بنتكلم عن الانجازات المحترمه اللي حققوا او اللي حققوها ابطالنا المصريين في هذه الرياضه. كمان حصل منتخب مصر لناشئي الاسكواش على المركز الثاني والميداليه الفضيه في بطوله العالم لناشئي الاسكواش في فرنسا بعد الخساره من انجلترا في المباراه النهائيه بنتيجه 2-1. شارك في المباراه النهائيه اللي جمعت بين منتخب ناشئي مصر الاسكواش ونظيره الانجليزي كل من كريم التركي وسلمان خليل ومحمد زكريا، برضو انجاز محترم. والاسكواش بصفه خاصه احنا مطمنين جدا من ناحيته، الحقيقه احنا عندنا يعني كميات وافره من الابطال والبطلات المصريين والمصريات اللي مولعين الدنيا بالمعنى الحرفي على صعيد رياضه الاسكواش، فمليون مبروك. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل من دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل استاذ كريم، اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك، كله تمام الحمد لله يا رب، دايما في احسن صحه واحسن حال. قبل ما نروح مع حضرتك على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه في مصر خلال الايام القليله القادمه، عايز اروح مع حضرتك للي بيحصل في العالم. اعتقد دلوقتي ان كل من هو متشكك في مسألة تغير المناخ أظن يبصم على صحتها بالعشرة، يعني احنا شايفين دلوقتي ارتفاع مناسيب محيطات، جفاف أنهار، حرائق غابات في أوروبا وبعض الدول العربية، فيضانات في توقيتات غريبة في أماكن غريبة، حاجات كتيرة قوي بتحصل. يعني ايه اللي بيحصل اليومين دول يا دكتور محمود؟ هو بالفعل زي ما حضرتك ما ذكرت دي تغيرات مناخية ما فيهاش كلام، كل المتشكك بالفعل بيشوف الدولة اللي هو فيها أصلاً في أي دولة في العالم بتتأثر دلوقتي بالتغيرات المناخية. طبعاً. يعني الحمد لله مصر أقلهم تضرراً حتى الآن نظراً لطبيعتها الجغرافية، بس طبعاً واضحة بشكل كبير جداً وبشكل جلي التغيرات المناخية في الدول المصادر الكتل الهوائية. طبعاً. يصدر فيها مصدر الكتلة الهوائية، واضح فيها جداً طبعاً ارتفاعات شديدة لدرجات الحرارة، جفاف، ومع الجفاف فيضانات مع سقوط الامطار في المناطق الجافه، بتتسبب الامطار في خاصه في المناطق المرتفعه الى طبعا هطول امطار غزيره، الامطار الغزيره بتؤدي الى اندفاع للميه من مناطق مرتفعه لمناطق منخفضه فتتسبب في فيضانات مباشره. زي ما اتفقنا قبل كده ان التغيرات المناخيه تسببت في ان الظواهر بقت اكثر عنفا من قبل كده. يعني لو قلنا ان كان في ارتفاعات في درجات الحراره، ارتفاعات درجات الحراره بقت اكثر بشكل ملحوظ، تسببت في جفاف، ندره الميه في بعض الدول وسقوط امطار، احيانا الامطار بقت امطار غزيره في اوقات طبعا تكراريه في اماكن اخرى، وطبعا في قلق كتير وفي مشاكل كتير في العالم كله بسبب التغيرات. لا وفي دول كمان مجاوره لينا، يعني حصل فيضانات في دول خليجيه كام يوم اللي فاتوا، وحصل حاجات كتير في هذا الاطار الحقيقه، يعني حتى منطقه او صحراء الربع الخالي في جنوب شرق المملكه العربيه السعوديه وهي صحراء جرداء قاحله تماما ويبقى فيها فيضان، حتى الناس كلها مستغربه على يعني من نوعيه او كواليتي المستجدات الجويه اللي بقينا بنشهدها. بالظبط، طبعا التغير المناخي بدا يسبب جفاف في بعض المناطق اللي كانت ماهوله بالزراعه، وبدات تسقط امطار في اماكن ثانيه خالص بعيد عن هذه الزراعه. بالظبط، ده بيبان طبعا في الدول طبيعه ارضها صحراويه بيبان بشكل كبير، بالاضافه الى الجفاف اللي بقينا نشوفه في دول اوروبا اللي هناك دول اوروبا طبعا. لا وشويه مشاهد غريبه جدا يا دكتور محمود، يعني مثلا كل المشاهد اللي تندرج تحت بند ال 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 النقل النهري او الملاحه النهريه، بتشوف مراكب نقل واقفه في وسط النهر لان النهر تقريبا جف من حواليها. منسوب انخفض طبعا بشكل كبير. طبعا طبعا، لا واضح طبعا التغيرات المناخيه واضحه بشكل كبير جدا، وربنا يستر من سرعه وتيره هذا التغير. بالظبط كده، ايه اللي نقدر نعمله عشان نفرمل السرعه دي يا دكتور؟ هو طبعا لازم يعني نوقف شويه حته بقى القعدات والجلسات والمؤتمرات ونبدا بالفعل في تصرفات عمليه وسريعه، يعني واجراءات رادعه كمان لاي دوله حتى يعني تساهم في يعني استفحال المشكله. وهو ان شاء الله كوب 27 اللي هيبقى في مصر لازم طبعا في المؤتمر ده الاجتماعات بتاع الدول اللي اتفقت على هذا الاجتماع، دول العالم كله يعتبر اجمعت
بصمت على التغيرات المناخيه. ماشي، ما هم اجمعوا قبل كده دكتور محمود، بس ما كانتش يعني الاجماع ده ما كانش ملزم. ده انت عندك دول كانت صرحت قبل كده بمنتهى الفخر ان هي ستتوقف تماما عن استخدام الفحم مثلا كوقود، رجعوا مؤخرا وش كده بيقولوا للعالم كله احنا هنرجع مره ثانيه نستخدم الفحم. اه طبعا، يبقى احنا بندم في مالطا بقى بالشكل ده. دي حقيقه حضرتك، بتبيع عقود وعقود مع شركات سنوات طويله بانتاجيات ضخمه جدا، فمن الصعب ان القرار يكون بين يوم وليله. لكن لما خلاص بقى الواحد ما بنقول ايه اتقرف، شاف الجو عنده عامل ازاي والثغرات المناخيه تسببت له في خسائر ماديه وبشريه باهظه، يبدا طبعا ياخد قرار عكسي، حتى لو في خساره في بعض الشركات التجاريه، الا ان لازم طبعا تتخذ اجراءات سريعه لحمايه البشر وحمايه كوكب الارض من الثغرات المناخيه. طيب خلينا بقى دلوقتي فينا احنا الجو عندنا هيكون عامل ازاي ان شاء الله الايام اللي جايه؟ والله احنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك في البدايه، احنا اقل الدول تضررا طبعا الحمد لله نظرا للطبيعه الجغرافيه بتاعتنا. الى حد كبير شهر 8 معروف ان ارتفاعات نسب الرطوبه فيه بشكل كبير. طبعا. لكن طبعا في برضه ارتفاع درجه الحراره. فطبعا ده بيخلي الجو شديد الحراره بشكل كبير خلال فترات النهار، وبيكون في حراره وارتفاع نسب الرطوبه في فترات الليل. دي سمة شهر اغسطس اللي مستمره معانا حتى نهايه الشهر باذن الله. ان شاء الله مع بدايه شهر 9 تبدا نسبيا درجات الحراره تكون حول المعدلات الطبيعيه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه لحين انتهاء فصل الصيف ان شاء الله. يا مسهل الحال، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود، دايما بنسعد بوجودك معانا ومداخلاتك الجميله معانا في 10 الصبح في الاهلي. شكرا يا فندم. طيب خلونا بقى نطلع فاصل لحضرات ونرجع عشان لسه عندنا مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها مع بعض، خليكم معنا. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا لكم عشان نروح احنا وكل حضراتكم على فرع النادي الاهلي بالجزيره، لان زميلتنا العزيزه روزان نصر موجوده هناك حاليا عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي في فروعه المختلفه وفي فرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد أخبار النادي هنقلها لحضراتكم هنا طبعا من فرع النادي الأهلي فرع الجزيرة. يعني خليني أبدأ معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم وتحت قيادة مستر ريكاردو سواريش المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبعد طبعا التعادل السلبي مع الإسماعيلي في مباراة الأمس أعطى اليوم راحة سلبية للفريق، وسيستأنف الفريق تدريباته غدا في ملعب طبعا تتش هنا في فرع الجزيرة. أضاف كمان ريكاردو سواريش من بعد مباراة الأمس: أشكر اللاعبين وفخور بهم، وسوف أقوم بتقييم الجميع مع مسؤولي النادي لنكون أقوى خلال الموسم المقبل. من كرة القدم لرجال يد الأهلي: إصابة لاشين بقطع في الرباط الصليبي. أوضح رئيس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن محمد لاشين لاعب الفريق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد الإصابة اللي تعرض لها في مباراة أتلتيكو بلد الوليد بمعسكر إسبانيا. وأوضح كمان اللاعب أنه سيتم عمل الترتيبات اللازمة لإجراء الجراحة الخاصة في أقرب وقت. وأوضح رئيس الجهاز الفني للفريق أن منظومة كرة اليد بالنادي الأهلي تسانده بشدة من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة من جديد للفريق. خليني سريعا بقى يعني انقل لك يا كريم وانقل طبعا للمشاهدين يعني الاجواء هنا داخل النادي الاهلي فرع الجزيره، في اقبال كويس من الاعضاء هنا في الفرع، ولكن يعني خلينا اقول انه الجو حر شويه، يعني ممكن يكون في تزاحم اكتر بكتير يمكن الساعات المقبله، درجه الحراره تقريبا 31 درجه. بالنسبه للسيوله المروريه، في سيوله مروريه كبيره من يعني بدري جدا منذ الصباح الباكر في سيوله، ولكن مع تزايد الوقت طبعا بيكون في تزاحم شويه لكل من كل الطرق طبعا المؤديه هنا للنادي الاهلي فرع الجزيره. دي كانت كل الاجواء هنا في النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليك مره ثانيه يا كريم. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزه روزان نصر جزيل الشكر على هذه التغطيه المتميزه، وهنسيب روزان نصر يا حضرات في فرع النادي الاهلي بالجزيره ونروح سوا على جريده البوابه نيوز موجوده في مقرها حاليا زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتقول لنا على اخر الاخبار واهم المانشيتات الموجوده في كافه الصحف والمواقع الرياضيه المختلفه. صباح الفل عليكي، تفضلي.
صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة زي ما انت قلت بالظبط من داخل مقر البوابة نيوز، ومعانا عدة منشطات. طبعا أولى هذه العناوين من موقع اليوم السابع: منتخب شباب اليد يواجه الكونغو في البطولة الإفريقية برواندا. يلتقي اليوم طبعا الاثنين منتخب مصر للشباب لكرة اليد مع منتخب الكونغو، ده طبعا في ثاني مواجهاته بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للشباب، واللي طبعا بتقام في رواندا من الفترة 20 حتى 29 من أغسطس الجاري، ودي طبعا يعني البطولة في نسختها 29. ومن المقرر أيضا أن يلتقي المنتخب المصري للشباب لكرة اليد مع الجزائر، ده طبعا بعد غد الأربعاء، لأنه طبعا هياخد أو هيحصل على راحة غدا الثلاثاء. طبعا يعني بالنسبة للمجموعات الخاصة بهذه البطولة، أكيد طبعا يعني عرضها تقرير اليوم السابع. المجموعة الأولى بتضم منتخب تونس ومنتخب المغرب ومنتخب أنغولا ومنتخب رواندا، وفي المجموعة الثانية بتضم منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب الكونغو ومنتخب ليبيا. تاني عناويننا النهارده من البوابه سبورت: يوسف حميده يمثل مصر في بطوله العالم للمصارعه. نجح يوسف حميده طبعا في الفوز بشرف تمثيل لمصر في بطوله العالم للمصارعه الحره بعد فوزه على ضياء الدين جوده بنتيجه 5-1 في مباراه شهدت قمه الروح الرياضيه والمنافسه الشريفه. والحقيقه ان يعني كل المتابعين للمصارعه الحره كانوا بيتحدثوا عن هذه المباراه بشكل كبير جدا، لان الحقيقه ان هي شهدت تحكيم ايضا شريف وروح رياضيه ما بين المتنافسين، وده اللي هيستعرضه تقرير بابا سبورتس في السطور التاليه. طبعا فاز يوسف حميد على منافسه ضياء جوده بطل الميزان الاصلي واللاعب الاولمبي ليمثل مصر في بطوله العالم المقبله، المقرر اقامتها طبعا في بلغراد في الفتره من 10 وحتى 18 من شهر سبتمبر المقبل. وطبعا يعني بعد انتهاء المباراه تبادل كل من المنافسين تبادل الصور التذكاريه، وكمان يعني تمنى الخاسر او المنافس الاخر الحقيقه كل الحظ ليوسف حميده وهنئه كمان بالفوز. وطبعا يوسف حميده الحقيقه ان هو يعني كان قرر ان هو يمثل او يمثل مصر في جميع المحافل الدوليه، ده طبعا بعد ما تخلى عن الجنسيه الرياضيه الامريكيه، ودي حاجه الحقيقه يعني نادرا لما بنشوفها خلال هذه الفتره. والحقيقه ان هو قدر ان هو يشرف مصر في المحافل الدولية اللي مثلها خلال الفترة الماضية بعدما تخلى عن الجنسية الرياضية الأمريكية. وطبعا يمكن كان أبرز هذه الجولات أو أبرز هذه البطولات أكيد طبعا كانت بالميدالية البرونزية في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة بوزن 125. ومن موقع كوره: ليفاندوفسكي يقود برشلونه لصعق سويسداد في الليجا. طبعا حقق برشلونه الفوز بنتيجه 4-1 على ريال سويسداد مساء امس الاحد ضمن منافسات الجوله الثانيه من الليجا، وسجل لبرشلونه ليفاندوفسكي الحقيقه هدفين يمكن في الدقيقه الاولى وفي الدقيقه 69. وديمبلي طبعا اكيد يعني حقق الفوز برضو او شارك في هذا الفوز طبعا بعدما سجل هدف في الدقيقه 66، وأنسو فاتي أيضا سجل هدف في الدقيقة السادسة. وبكده يكون رفع برشلونة رصيده لأربع نقاط في المركز الخامس، وتجمد طبعا رصيد سويسداد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. اخيرا بقى النهارده يعني اكيد كان مهم الحديث عن قمه كبيره جدا بينتظرها كل عشاق كره القدم حول العالم وتحديدا متابعي البريمير ليج، وده عنواننا الاخير النهارده من موقع يلا كوره: ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد بقمه البحث عن الانتصار الاول في البريمير ليج. طبعا يشهد اليوم الاثنين قمه الجوله الثالثه في الدوري الانجليزي بريمير ليج بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، وبيدخل
ليفربول مواجهة يونايتد، وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين من تعادلين، وعلى الجانب الآخر بيحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر بدون نقاط بعد خسارته في أول جولتين وتعادل طبعا زي ما احنا عارفين أو تحدثنا في جولتنا الصحفية الماضية أن ليفربول تعادل في الجولة الأولى وأيضا الجولة الثانية في البريمير ليج، ودي كانت بداية غير موفقة سواء لليفربول وأيضا لمانشستر يونايتد، لأن حقق طبعا ليفربول التعادل في الجولة الأولى مع فولهام بنتيجة 2-2، وأيضا في الجولة الثانية تعادل بنتيجة 1-1 مع طبعا كريستال بالاس، ودي كانت نتيجة مخيبة لكل جمهور أو مخيبة لأمال كل جمهور ليفربول بشكل كبير جدا. وطبعا حقق مانشستر يونايتد، الحقيقة أنه وصف تقرير يلا كورة أن كانت انطلاقة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج أن هي أسوأ انطلاقة لي على الإطلاق أو خلال الفترة الأخيرة، ده طبعا بعدما خسر في الجولة الأولى أمام برايتون بنتيجة 2-1 قبل طبعا أن يسقط أمام برينتفورد بهزيمة ثقيلة، وكانت النتيجة 4-0، ودي كانت نتيجة كبيرة جدا على كل جمهور مانشستر يونايتد، ويبحث كل من الفريقين طبعا عن الفوز الأول لهم في البريمير ليج هذا الموسم بعد فقد ليفربول 4 نقاط بعدما خسر مانشستر يونايتد أيضا 6 نقاط. وطبعا أكيد يعني استعرض تقرير يلا كورة طبعا عن نجمنا نجم ليفربول طبعا المحترف محمد صلاح وأيضا نجم المنتخب المصري، لأنه هو بيدخل هذه المباراة في جعبته 9 أهداف في المواجهات ما بين ليفربول أو في القمة دايما ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. ويعني إن شاء الله النهاردة لو انفرد صلاح أو أنه هو قدر أنه هو يسجل النهاردة هدف حقيقي طبعا هيكون هو ينفرد طبعا الفرعون بصدارة هدافي الكلاسيكو الأكبر والأعرق في إنجلترا ما بين ليفربول وما بين مانشستر يونايتد. دي طبعا كانت كل عناويننا الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر بوابة نيوز. بشكرك جدا يا كريم، الكلمة ليك مرة أخرى. أنا اللي بشكرك يا مريم، جزيل الشكر على هذه التغطية المتميزة. ماتش هيكون مهم جدا يا حضرات اللي مريم يعني ختمت تغطيتها بيه، ليفربول طبعا اللي ليه عشاق بالملايين في مصر وفي الدول العربية وتحديدا كل محبي محمد صلاح أكيد هيتابعوا الماتش ده. وبعدين زي ما سمعتوا كده من كلام مريم يعني أو مانشستر يونايتد جماهيره مش مبسوطة قوي، ليفربول جماهيره مش مبسوطة قوي. ليه؟ لأن في فترات معينة وارد، طبعا ما فيش مقارنة، احنا بنتكلم على ماتش أو اتنين، لكن أنا بتكلم مع حضراتكم على المبدأ ذات نفسه. أكيد كل جمهور بينتمي لفريق وخصوصا الفرق اللي هي من العيار التقيل زي ليفربول وزي مانشستر يونايتد وزي بايرن ميونخ وزي اليوفي، يعني النوع ده من الجماهير فاهم كويس قوي ان ممكن جدا فريقه يمر بمرحله تعثر، يمر بكبوه زي ما احنا كنا بنوصف اللي احنا شخصيا بنمر بيه في هذه الفتره. وارد جدا ان ده يحصل، وارد انه يحصل مع فرق كبيره بحجم الاسماء اللي انا قلت لحضراتكم عليها. فكل اللي احنا فيه ده ان شاء الله باذن الرحمن قابل للتغيير طالما ان احنا بناخد خطوات جديه فعلا ومدروسه ومحسوبه مظبوط لتغيير الوضع الراهن الغير مرضي باي حال لكل جماهير النادي الاهلي. طيب نروح بقى مع حضراتكم عند او نقف شويه نتامل في شويه اجوان يعني على مزاج حضراتكم، شويه اهداف كانت لافته جدا للانظار، البعض منها اتحقق من خلاله ارقام قياسيه جديده. يعني مثلا على سبيل المثال سجل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هدف بعد مرور 8 ثواني فقط يا حضرات في مرمى فريقه المنافس ليل اللي كان بيلعب معاه او بيلعب ضده امبارح ضمن ثالث جولات الدوري الفرنسي. جاء هدف مبابي بعد تلقي تمريره رائعه من ليونيل ميسي لينفرد بالمرمى ويضعها من فوق حارس المرمى لحظه خروجه بره مرماه. واكدت رابطه الدوري الفرنسي ان مبابي اصبح صاحب اسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي بالتساوي مع ميشيل ريو اللي سجل يوم 5 فبراير من عام 1992 اسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي برضه بعد مرور 8 ثواني فقط. طبعا بتبقى يعني ضربه كرباك كده للفريق المنافس لسه بيقولوا هادي ولسه بيرشوا ميه في ارضيه الملعب يلاقوا هدف جه فيهم بعد 8 ثواني فقط. اكيد النوع ده من الامور بيصعب جدا مهمتهم وبيزرع الاحساس بالاحباط المبكر جدا عند الفريق المنافس. طيب ادي هدف
أحرز الألماني فينسنت مولر حارس مرمى فريق دويسبرغ المنافس في الدوري الألماني دوري الدرجة الثالثة هدف لافت للأنظار من منتصف ملعبه في مرمى المنافس في مباراة انتهت بنتيجة 3-0. سجل مولر البالغ من العمر 21 سنة الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 65 من كرة طولية لعبها من ركلة حرة تقريبا من منتصف ملعبه، يعني لمست يدوب أرضية الملعب مرة واحدة قبل أن تذهب مباشرة من فوق الحارس لتعانق شباكه. هدف رائع رائع رائع. طيب آدي هدف تاني. نجح نادي بايرن ميونخ في تحقيق رقم تاريخي كأفضل بداية في تاريخ الدوري الألماني بعد ما حقق فوز كبير الحقيقة على حساب بوخم بنتيجة 7-0، نتيجة تقيلة جدا 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 ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الألماني. ووفقا لشبكة أبطا العالمية وهي شبكة متخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية فإن 9 نقاط لبايرن ميونخ يعني تعتبر هي أفضل بداية لأي فريق في تاريخ الدوري الألماني. سجل بايرن 13 هدف في أول مباراتين خارج أرضه وهو رقم قياسي جديد في الدوري الألماني، وبكده بيتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط بعد ما نجح في تحقيق العلامة الكاملة وتسجيل 15 هدف يعني الحقيقة وتلقى هدف وحيد فقط في شباكه. فطبعا يعني بايرن ميونخ فريق تقيل جدا وانتوا عارفين بقى الماكينات الألمانية لما بتسخن محدش بيعرف يوقفها. نروح بقى لموضوع تاني. حقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد فريق ريال مدريد رقم قياسي مميز في تاريخ النادي الملكي في الدوري الإسباني، وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أصبح مودريتش هو طبعا في سن 36 سنة هو أكبر لاعب يسجل لريال مدريد في الدوري الإسباني منذ بوشكاش في نوفمبر عام 1965. كان لوكا سجل آخر هدفين ليه في الليجا من خارج منطقة الجزاء ضد سوسيداد في يعني مارس، وفي أي واللقاء الثاني اللي سجل فيه كان أول امبارح تحديدا. يعني الحقيقة برضو أمور ملفتة جدا للنظر وكل عشاق كرة القدم يقفوا كتير عند الأرقام القياسية الغير مسبوقة اللي بتتحقق كل فترة والتانية. طيب احنا بكده يا حضرات نكون انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا النهارده. هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع عشان يعني نبتدي بقى مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه، الفقره اللي هينورنا من خلالها الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي اللي هنفتح معاه ملفات كتير جدا. خليكم معانا. عودة العشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، الفقره اللي هنتكلم ان شاء الله من خلالها عن بداية أكيد لقاء الأمس ما بين الأهلي والإسماعيلي، هنتكلم كمان عن الدوري المصري بشكل عام، هنتكلم عن الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي والدوري الإسباني، إلى جانب لو لحقنا نتكلم كمان عن مجموعة من البطولات اللي الحقيقة في كتير من أبطالنا وبطلاتنا المصريين والمصريات هيشاركوا فيها في الفترة اللي جاية. كل ده هنتكلم فيه مع الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الفل على أخبارك إيه؟ كل تمام؟ كل المشاهدين أهلا معاك. صباح العسل. قبل ما نسافر بره خلينا جوه ونتكلم تحديدا عن ماتش امبارح، كيف رأيت مباراة الأمس بين الأهلي والإسماعيلي؟ ده الشق الأول، والشق الثاني شايف الوضع العام عامل ازاي في الدوري الموسم؟ يمكن زي ما حضرتك قلت مباراة الأهلي والإسماعيلي طبعا امبارح انتهت بالتعادل طبعا، الأداء طبعا ما يعني ما حدش شاف طبعا أي أداء، طبعا أداء طبعا وحش جدا النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في الدوري، يمكن كمان بعد قرار الدفع باللاعبين الشباب وطبعا إراحة اللاعبين الأساسيين، شايفين ان الاداء مش طبعا ده الاداء المطلوب في النادي الاهلي او في الموسم عامه بشكل كامل. الموسم ده انا بعتبره موسم للنسيان، مش ده النادي الاهلي ومش دي مش ده الفريق الاول كره القدم اللي كان محقق انجازات كبيره جدا السنين اللي فاتت. فانا شايف ان في تراجع في المستوى كبير جدا، لكن يعني اتمنى ان الموسم الجاي يكون في رد فعل قوي جدا من النادي الاهلي ومن اللعيبه ومن الاداره ومن الجماهير ومن كل الناس وكل المنظومه، ان نشوف النادي الاهلي بيرجع تاني لمنصات التتويج. شايف تفصيلة الدفع بالناشئين إلى أي درجة ممكن تكون مفيدة مستقبلا وهم دلوقتي زي ما تقول إيه بينضجوا بيستووا بيتودكوا بتطعمهم مع العناصر الأساسية في الفريق الأول، إلى أي درجة الموضوع ده ممكن يؤتي ثماره في الموسم الجديد؟ أنا شايف إن هو ده أفضل قرار، هو ده يعني لو قلنا دي الفايدة من الموسم ده هو الدفع باللاعبين الشباب وتجربة أكتر من عنصر في الفريق الأول زي طبعا زياد طارق ومحمد فخري وعندنا طبعا أحمد سيد غريب ولسه برضو في رأفت خليل نجم منتخب الشباب الباك الشمال. فأنا شايف إن الدفع باللاعبين الشباب وهم دول الأساس النادي الأهلي في المستقبل أو الناس اللي إحنا لازم نشوفها الفترة الجاية، بدل ما إحنا
بنجيب لعيبه ما بتبقاش كويسه، في لعيبه في القطاع الناشئين كويسه جدا لازم نديهم الفرصه. فانا اعتقد ده اهم قرار او ده اللي استفدنا منه من الموسم ده، غير كده انا ما شفتش اي استفاده. ده نقدر نقول مجازا كده ان ده مفتاح من ضمن مجموعه مفاتيح لحل المشكله اللي احنا بنعاني منها حاليا. مفاتيح ايه تاني تحب تكلمنا عنها من وجهه نظرك في رايك انت ان هي ما تقلش اهميه عن الدفع بالناشئين؟ انا شايف ان اللعيبه لازم كانت تريح طبعا، اللعيبه الاساسيين اللي لعبوا طبعا كل بطولات الفتره اللي فاتت سواء افريقيا او كاس عالم الانديه او مع منتخب مصر كاس امم افريقيه او لعبوا في الدوري والكاس والسوبر. انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي اجهدت جدا الثلاث سنين اللي فاتت، وطبعا ده نتيجه طبيعيه اللي حصل طبعا الاصابات الكتيره جدا. الاهلي عنده اكتر من 12 او 13 اصابه في الفريق الاول وكلهم عناصر اساسيه وغابوا لفترات طويله، مش مثلا اصابه بتقعد يومين او ثلاث ايام او ماتش، لا في لعيبه غابت بالشهر وبالشهرين وبالثلاثه. فطبعا ده كان نتاج طبيعي للضغط المتواصل والتلاحم المواسم، ثلاث مواسم ورا بعض النادي الاهلي بيشارك في كل البطولات حتى مع منتخب مصر، ده كان طبيعي جدا نشوف اللعيبه التلاحم ده يعني توصل انعكاساته السلبيه على ان انت تشوف لعيبه المفروض ان هم لو نازلين بربع طاقتهم يورونا حاجه تبسط وتسر عن اللي احنا شفناه. للأسف متفق ولا مختلف؟ اتفق طبعا مع كلام حضرتك، لكن للاسف اللعيبه اجهدت بطريقه حتى ذهنيا ما كانوش في حالتهم. اللعيبه كانت مش قادره تلعب خالص، مش قادره تباصي، اللعيبه كانت الفتره اللي فاتت كلها كانت تعبانه جدا. فافضل قرار كان بعد طبعا عدم المنافسه على الدوري وبعد ما الاهلي خسر كذا نقطه وطلع من المنافسه وبقى في المركز الثالث، فاعتقد كان افضل قرار ان انت تريح اللعيبه الاساسيين يبداوا الموسم الجديد بفتره اعداد يكونوا شموا نفسهم شويه، لا يحتاجوا ياخدوا اجازه طويله. فكرك هيلحقوا يشموا نفسهم شويه زي ما انت بتقول، علما بان لو ما حصلتش تعديلات في الفتره اللي جايه معنى كده ان احنا الموسم اللي جاي برضه هيبقى نفس اللي فات، نفس فكره تعاقب المسابقات وتلاحم المباريات الى اخره، هنبقى ما عملناش حاجه. هو اقل حاجه ان هم خدوا اجازه، على الاقل خدوا اجازه استشفوا شويه الاصابات اللي كانوا فيها، على الاقل نبدا الموسم الجديد بفتره اعداد باحمال بدنيه يعني كويسه، اللعيبه تقدر تشد حيلها في الملعب شويه. انا شايف ان طبعا الدوري الموسم الجاي او الموسم المحلي الفتره الجايه لازم يكون في تظبيط شويه في المسابقه. انا شايف ان الضغط اللي كان موجود ده اثر على مش النادي الاهلي بس، على كل الفرق وعلى منتخب مصر، ما خدناش اي بطوله ولا في الانديه ولا في بتاع. فطبعا ده حاجه يعني كانت وحشه جدا بالنسبه لمنتخب مصر، ما خدش افريقيا، النادي الاهلي ما خدش افريقيا، كان وصل نهائي وخسر، منتخب مصر وصل نهائي وخسر، ما صعدناش كاس عالم. فانا شايف ان اخفاقات الكره المصريه الفتره اللي فاتت فتره حزينه الحقيقه. طبعا السنه اللي فاتت كان موسم طبعاً للنسيان للكره المصريه كلها، وطبعا ده ما نتمناهوش، مش دي مكانه الكره المصريه خالص. النادي الاهلي بطل افريقيا اخر سنتين، كان طبعا بيسعى للقب الثالث على التوالي، منتخب مصر ما خدش افريقيا من 2010، حاجه طبعا كانت صعبه جدا. فانا شايف ان لازم يكون في تظبيط في المسابقه، انا شايف ان الدور الدوري يبقى من دور واحد. فكره يعني الاستعانه بخبرات اجنبيه زي ما حصل في ملف التحكيم وجلب كلاتنبرج، وزي ما حصل مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي كمان جلب مدراء فنيين من البرازيل، ويعني فكره الاستعانه بالخبرات الاجنبيه لاي درجه شايف ان هي هتكون مفيده مع منتخب مش مع فريق زي ما هو الحال في منتخب مصر؟ يمكن التعاقد طبعا مع البرتغالي روي فيتوريا طبعا المدير الفني المنتخب الاول هو تعاقد مهم، لانه مدرب كبير وليه سي في محترم، وكمان التعاقد 4 سنين مش سنه او سنتين، فهو مشروع الكرة المصريه. هو مدرب كويس بيتابع الدوري بيتابع كل اللعيبه، اتمنى ان هو يقدر يحط بصمته ويقدر يطور الكره المصريه ويعمل من اللعيبه اللي موجوده او من الجيل الحالي يعمل بيهم انجازات ويقدر يطور في مستواهم ويخلي في قاعده لمنتخب مصر موجوده السنين اللي جايه. نفس الموضوع للمنتخب الاولمبي طبعا البرازيلي ميكالي طبعا اللي واخد طبعا مع البرازيل ذهبيه الاولمبياد، طبعا مدرب كبير مدرب معروف في القطاعات اللي هي الناشئين او الشباب المنتخب الاولمبي طبعا. فاعتقد ان الخطوتين دول كانوا مهمين جدا لتطوير الكره المصريه. لكن بالنسبه لكلاتنبرج انا بصراحه مش متفائل خالص، لان كلاتنبرج ما نجحش في السعوديه. كلاتنبرج كانت تجربته كمطور للتحكيم في السعوديه ومشي هناك بفشل، يعني ان كان عندهم مشاكل تحكيميه في السعوديه اكيد هي لا تقارب بكواليتي المشاكل اللي احنا بنعاني منها زي ما حضرتك قلت. لكن للاسف كلاتنبرج لما راح السعوديه كان ابرز الحكام اللي كانوا موجودين كلهم اوروبيين، ما كانش في حكام من السعوديه. هو ما طورش التحكيم هناك، انا شفنا هو حتى فشل ومشوه. فاحنا ان احنا نجيبه نتعاقد معاه انا ما كنتش شايف يعني ده قصدك ان هم مشوه عشان هم مش محتاجين تطوير؟ طب جابوه ليه؟ لا مش محتاجين تطوير، هو ما نجحش في المهمه، هو كل اللي عمله ان هو جاب حكام من اوروبا يديروا اهم الماتشات هناك. شويه القرارات اللي هو خدها او الـ يعني التراك اللي قال ان احنا لازم نمشي فيه الفتره اللي جايه واللي بيشمل يعني كتير من الامور المهمه اللي لازم تتعامل مع كل حكامنا، ممكن برضو يبقى لها انعكاسات طيبه؟
انا شايف ان في مصر منظومه التحكيم فيها مشاكل كبيره جدا، ومش من دلوقتي على فكره، من سنين كتيره جدا، بس هي تفاقمت قوي وبقت دي حقيقه دي حقيقه. ويمكن كمان في وجود الفار المفروض يكون في عداله تحكيميه لكل الفرق مش الانديه بعينها طبعا. وطبعا ده اللي عانى منه يعني النادي الاهلي السنه دي في اكتر من مباراه. لكن انا شايف ان منظومه التحكيم محتاجه يعني زي ما بيقولوا ايه، اعاده ترتيب من الداخل. مش بس ان نشوف حكام جديده، لازم نشوف دوره تدريبيه للحكام كبيره جدا على مستوى دولي. الناس تسافر بره تعمل معايشه، تشوف الحكام بيتعاملوا ازاي بره، ازاي استخدام الفار بالشكل الامثل. المفروض ان التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم عنها دي المفروض ان هي من ضمن الخطه، او يعني ضمن تفاصيل خطه كبيره حاططها كلاتنبرج. المفروض ان يكون مع كلاتنبرج، لكن انا شايف ان كلاتنبرج بيجتمع بنفس الوشوش اللي موجوده قبل كده، اللي هم برده كان عندهم مشاكل والانديه كانت بتعترض عليهم نفس الحكام. انا شايف ان لازم يكون في وجوه جديده، لازم يكون في تطوير لمنظومه التحكيم، مش بس يعني زي ما بنقول ايه بنظبط حاجات كده وخلاص يعني. لا، انا شايف ان موضوع كلاتنبرج ده انا مش متفائل بيه بصراحه. طيب الموسم ده او النسخه دي من الدوري، تعالى نحيد شويه قطبي الكره المصريه، الاهلي والزمالك، مين اكتر الفرق اللي لفتت نظرك وشايف ان هي ان شاء الله الموسم اللي جاي عادي هتنافس وبمنتهى القوه مع الاهلي والزمالك؟ انا شايف ان السنه دي بيراميدز كان كويس جدا صراحه، يعني بيراميدز قدم دوري كويس جدا، قدم نسخه كويسه، مستوى كان فنيا كويس جدا، عنده قطاع من اللعيبه، مستوى عالي وثابت على العلو. بالظبط بالظبط. يمكن بيراميدز السنه دي هو في المركز الثاني خلف النادي الزمالك. يمكن بيراميدز قدم بطوله كويسه جدا. انا شايف ان العناصر اللي عنده في الفريق سواء الاحتياطيين او الاساسيين اختار عناصر كويسه مع المدير الفني طبعا الجديد اللي جه تاكيز جونياس، لكن هو كفريق هو قدم مستوى كويس ككوره. انا شايف برضو ان سيراميك كليوباترا كان فريق كويس جدا بيقدم كره حلوه. طلاع الجيش مع كابتن طارق العشري في الفتره من ساعه ما مسك قدر يعمل نتائج كويسه جدا، من انجح المدربين اللي عملت نتائج في اخر الدوري من ساعه ما مسك طبعا. فانا شايف دي ابرز الفرق اللي عملت نتائج. وفي المقابل في بقى يعني ايه، مش عارف، في فرق العادي بتاعها ان هي اقوى واعلى من كده بكتير وما شفناش ده الموسم ده، زي مثلا المصري، حتى الاسماعيلي اللي هو برازيل الكره المصريه، يعني برضو اعتقد من الامور اللي ملفته للنظر في الموسم ده تراجع رهيب للانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه، تراجع رهيب جدا في المستوى. بنشوف انديه الشركات او انديه المؤسسات بتتفوق عليها في الجدول. ده بيرجع لعوامل كتيره جدا. انا شايف برضو التمويل ده برضو أكيد مهم جدا. أكيد الفرق طبعا دي عندها يعني موارد ماليه، الانديه الجماهيريه بتعاني. طب زي نادي الاسماعيلي كان بيصارع على الهبوط لحد ما قعد في الدوري، كانت طبعا ده حاجه صعبه يعني، يصعب على الواحد ان فريق زي الاسماعيلي اللي طول عمره ملء العين والسمع والابصار زي ما بيقولوا، وبيصارع على الهبوط، يعني توجع قلب الواحد اللي متعود يشوف الاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري والفرق العريقه اللي زي كده ثابته على مستواها. على كل الاحوال اللي حصل ده مجرد فتح كلام، بقيه الكلام ان شاء الله هنكمله بمجرد ما نرجع من الفاصل ده. خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه. اتكلمنا لغايه دلوقتي مع الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. اتكلمنا عن ماتش امبارح بين الاهلي والاسماعيلي، واتكلمنا بشويه تفاصيل كده عن الدوري المصري في النسخه دي او الموسم ده عامل ازاي في رايه او من وجهه نظره. تعالوا بقى نفتح ملف الدوري الانجليزي البريمير ليج اللي اصبح ليه عشاق بالملايين في مصر طبعا نتيجه بصفه خاصه يعني محمد صلاح ووجوده في ليفربول اللي كانت بدايته مش موفقة قوي، واللي لغاية دلوقتي بيمر هو مرحلة نزيف نقاط. هو الصراع ابتدى يشتعل مبكرا في الدوري الإنجليزي، على حد علمي أن حاليا أرسنال هو اللي في الصدارة، يليه توتنهام ثم مانشستر سيتي. فشايف الدوري الإنجليزي الموسم ده عامل إزاي، وشايف ليفربول عامل إزاي؟ يمكن السنة دي الدوري الإنجليزي ممتع جدا، أنا شايفه منافسة بدأ بدري جدا، في نتائج مفاجأة، في تطور الأندية كلها، حتى الأندية الصاعدة زي برينتفورد. أنا شايف النتائج بالنسبة لليفربول كانت مهزوزة طبعا، تعادل في أول مباراتين طبعا ده أمر صعب جدا على ليفربول وعلى مدربه يورجن كلوب. يمكن النهاردة شايفين أو في مباراة مهمة جدا ليفربول ومانشستر يونايتد طبعا، مواجهة من أهم المواجهات في الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه، مواجهة دايما بينتظرها عشاق الدوري الإنجليزي، ليفربول ومانشستر طبعا مباراة مهمة جدا. بنتمنى طبعا التوفيق لنجمنا محمد صلاح، الاخر مباراه في مانشستر احرز هاتريك طبعا. طبعا اكيد هيبقى في رد فعل النهارده من ليفربول بعد التعادل في اول مباراتين، كمان مانشستر بعد خسارته امام برينتفورد الصاعد برضو. لا برضو سيبك انت بعيدا عن كل التفاصيل،
في بقى اللقطات اللي الناس مستنيه تشوفها، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، يعني يا ترى ايه اللي هيحصل في اللقاء ده؟ دايما بتبقى موجات حماسيه وموجات حساسه كده المباراه دي طبعا. فطبعا مباراه الفريقين عايزين يكسبوا، ده متعادل وده خسران، فطبعا هما الاثنين عايزين يعملوا رد فعل وعايزين يكسبوا، فهتبقى مباراه قويه جدا وهتبقى من امتع المباريات يعني في الجوله دي من البريمير ليج. على ذكر رونالدو قبل ما ننسى التفصيله دي، برده واضح انه بقائه مع فريقه الحالي مشكوك في استمراريته، مش كده برضو؟ كان في كلام طبعا من اول ما بدا فتره الاعداد ان هو ما حضرش فتره الاعداد مع فريقه، وكان في كلام جدا في الصحافه، اكتر من فريق كان بيفاوضوا، وفي عرض اترفضت، وفي ناس اتكلمت على اكتر من فريق ان هو ممكن رونالدو يسيب الفريق بسبب ان هو مش هيشارك في دوري ابطال اوروبا السنه دي. فكانت كذا معلومه كده او كذا اخبار بتنتشر ان رونالدو مش هيكمل الفريق، كمان خاصه مع تراجع المستوى بتاع الفريق والنتائج السلبيه اللي بتحصل. لكن برضو صدرت تقارير تانية امبارح والنهارده ان رونالدو قرر بقاء الموسم ده في مانشستر، فلحد دلوقتي امره مش محسوم سواء هيمشي او هيقعد. بس انا شايف ان هو كريستيانو رونالدو يعني في مانشستر بقاؤه مش محبب، لان هو مش هيحقق حاجه مع الفريق، فريق وحش جدا. فريق هل اللي بيحصل ده سواء مع رونالدو او من خلال متابعتك لحد زي ليونيل ميسي، نيمار، المبدا نفسه بتاع من خرج من داره وتقلب مقداره، الى اي درجه شايف انه متحقق مع لعيبه نجوم عالميين كانوا عاملين اساطير مع فرقهم الاصليه؟ انا شايف فعلا خروج رونالدو من ريال مدريد كان امر بالنسبه له خطا كبير جدا. مش هز هيبته، على ان رونالدو كده كان لاعب كبير وبيحقق برضو ارقام ولسه بيكسر ارقام ولسه بيجيب اهداف، تحسه بتكتف بس عليه. طبعا مش هو رونالدو بتاع ريال مدريد طبعا، دي معروفه طبعا، والالقاب والانجازات الشخصيه اللي كان بيحققها والترشح للكره الذهبيه وكل الحاجات دي كلها كانت بتحقق في نادي زي ريال مدريد. طبعا خروجه من ريال مدريد كان خطا كبير جدا، اكيد، وزي ما انا شايف دلوقتي بيلعب في فريق نتائجه مش حلوه جدا في الدوري، ما بيلعبش دوري ابطال اوروبا، ما بينافسش على حاجه طبعا. فطبعا ده كان موضوع كبير. يمكن ميسي نفس الكلام في باريس سان جيرمان، ما بينافسش اوروبيا، هو بس بياخد الدوري الفرنسي او كاس فرنسا، لكن بنشوفه اوروبيا ما بيحققش حاجه، طبعا ده صعب. زي ما الصراع في الدوري الانجليزي ابتدى يشتعل مبكرا، كمان صراع الهدافين بصفه خاصه هو كمان ابتدى يشتعل. احنا لسه طبعا في اول المشوار، يعني الكبير فيهم جايب له ثلاث اربع تجوات، يعني بنتكلم في حته من هدفين لاربع اهداف حتى هذه اللحظه طبعا، لان لسه المشوار في اوله. لكن قائمه افضل 10 هدافين حتى هذه اللحظه على حد علم ان هي تخرج من محمد صلاح، يمكن لسه يمكن لسه برضه لسه اول إيه كلام بقى هو صراحة. عشان لسه انا بقول لك بدايه ليفربول السنه دي في الدوري كانت مهزوزه تعادلين، يمكن صلاح اول ماتش خلص الماتش يعتبر، لانه عمل اسيست التعادل وعمل جون كمان. فمحمد صلاح طبعا بيقدر في الاوقات دي بيقدر يحسم المباريات. يمكن الماتش اللي فات ما حققش حاجه محمد صلاح في الماتش الاخير، لكن انا شايف ان صراع الهدافين السنه دي في الدوري هيبقى كبير جدا السنه دي بالذات. في ايرلينج هالاند طبعا في السيتي، وفي جابرييل خيسوس، وفي طبعا ثنائي توتنهام طبعا سون هيونج مين وهاري كين، وطبعا محمد صلاح اللي هو هداف اخر ثلاث نسخ من الدوري الانجليزي. فانا شايف ان يعني او ثلاث مرات خد هداف دوري انجليزي، منهم اخر مره مناصفه مع سون هيونج مين الكوري الجنوبي. لكن شايف ان الخماسي ده السنه دي هينافس على هداف، وهيبقى في صراع قوي جدا خاصه مع المنافسه القويه في الدوري الموسم ده. طيب تعالى نسيب الدوري الانجليزي ولو بشكل مؤقت ونروح على الدوري الاسباني ومحاوله ريال مدريد الهيمنه والسيطره المبكره على الصداره في مقابل برشلونه، طبعا من خلال مجموعه الصفقات الجديده اللي هم عملوها، ولا سيما صفقه ليفاندوفسكي اللي كانت حديث العالم كله في الفتره الاخيره. شايف الدوري الاسباني الموسم ده والنسخه دي عامل ازاي؟ يعني ممكن نقول ان السنه اللي فاتت كان الدوري محسوم بشكل كبير، كان ريال مدريد متفوق على برشلونه بشكل كبير جدا وحسم الدوري من بدري جدا، وكان وده واضح ان ريال مدريد السنه اللي فاتت كان يعني متفوق مش بس محليا كمان اوروبيا، قدر كمان ياخد دوري ابطال اوروبا وحقق انجاز كبير جدا كاول فريق طبعا يحقق الانجاز ده. لكن انا شايف ان السنه دي الدوري مختلف جدا، انا شايف ان الصراع هو ثنائي طبعا بين ريال مدريد وبرشلونه. كمان برشلونه السنه دي مدعم بشكل قوي جدا صفقاته، ابرزهم طبعا ليفاندوفسكي طبعا اللي سجل امبارح هدفين، كان سجل اول هدف ليه امبارح مع برشلونه من ساعه ما جه الفريق، وسجل كمان هدف ثاني في نفس المباراه امبارح في الدوري الاسباني. فشايف ان الصراع هيبقى قوي جدا وهنشوف كلاسيكو ممتع السنه دي في الدوري الاسباني. يمكن ريال مدريد السنه دي عنده منافس قوي هو برشلونه الغريم التقليدي ليه، وبالصفقات وبالدعم اللي حصل مع طبعا المدير الفني تشافي هرنانديز هيبقى في صراع قوي جدا في الدوري الاسباني السنه. جميل، طيب خلينا بقى نبص بصه ونطول لطله على الدوري الفرنسي. وطبعا الكام يوم اللي فاتوا
كل وسائل التواصل الاجتماعي مشتعله بالحساسيات اللي استجدت او اللي اعلنت بقى بشكل واضح في الفتره الاخيره بين مبابي وبين نيمار، وخصوصا بعد اللقطه الشهيره بتاعت البنالتي اللي ضيعه مبابي والبنالتي اللي كان داخل يشوطه نيمار وحصل كلام ما بينهم. وفي وسط الكلام ده ابتدت بقى تعبيرات وجه الاثنين الحقيقه، بس بصفه خاصه مبابي بتقول ان هو الدنيا مش هتبقى حلوه الفتره اللي جايه، وابتدينا نسمع كلام ان هو بيحاول يستغل بنود معينه في التعاقد بتاعه، بموجبها بيطالب برحيل نيمار لانه من وجهه نظره شايف ان مفيش داعي لوجوده. يعني ابتدت يبقى في مشاكل اكيد هتنعكس بالسلب على الفريق ككل، الفريق اللي اثار يعني اندهاش ناس كتير بالصفقات اللي حصلت فيه مؤخرا واللي نتج عنها. انت عندك كتيبه مليارديرات بيلعبوا في الفريق ده، نجوم العالم موجودين. في ناس قالوا بس ده نتيجه اللي حاصل ده باريس سان جيرمان هيولع الدنيا في الدوري الفرنسي وهنشوف كوره ما شفناهاش قبل كده، وناس ثانيه احبطت لان شافت العكس. انت شخصيا شايف ايه؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده في حلقه هنا برضو في البرنامج اتكلمت على باريس سان جيرمان، حضرتك قلت لي شايف النجوم دول يقدروا يحققوا دوري ابطال اوروبا، قلت لك لا مش هيحققوا، وفعلا ما حققوش. ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا، هي مش بكثره النجوم ولا بالفلوس، الموضوع كله فني وانضباط. انا شايف ان الاداء الفني والانضباط هو اللي بيحقق بطولات والاستقرار. انا شايف ان باريس سان جيرمان اهو احنا شفنا ان في نجوم كبار جدا في الفريق، لكن عقد زي مبابي اللي اتعمل ده من عقد تاريخي في العالم كله مش بس في فرنسا، عمل مشاكل كثيره جدا في الفرقه. نيمار طبعا اكيد هيبقى فيه أوجد مشاحنات في قلوب لعيبه، ده اكيد في ميسي ونيمار ومبابي من اهم ثلاث لعيبه في العالم، طبعا ده عمل مشكله كبيره جدا في الفريق. شفنا طبعا الازمه اللي حصلت في الماتش والصحافه الفرنسيه اتكلمت وازمه بين اثنين لعيبه وفي بنود في عقد مبابي هو يلعب ضربات الجزاء، وهو كل ده احنا شفناه. واتحقق في الموضوع كمان ان اداره باريس سان جيرمان عادت الاثنين لعيبه مع المدير الفني بتاع الفريق وحصل زي صلح كده وحصل ان الموضوع عدى، بس انا شايف ان الموضوع مش هيعدي، هيعدي فتره معينه وهيرجع تاني مع الموسم ومع الماتشات لما تتلعب. انا شايف الموضوع هيكمل، وطبعا الاجواء دي مش صحيه للفريق طبعا. ومش هيأخر، يعني انا شايف ان باريس سان جيرمان هينافس على الدوري طبعا كالعاده، كسبان امبارح 7 هيكسب 7 وهيكسب 8 وهياخد الدوري الفرنسي ياخد الكاس، لكن في اوروبا انا شايف انه مش هيحقق حاجه، لان في فرق تانية عندها انضباط، عندها حماس، عندها قوه، عندها كمان فنيا اللعيبه في الملعب متوزعه، وعندها تفاهم بين لعيبتها مش ضغينه الحب والحب والتفاهم والترابط هو اللي بيصنع بطولات مش بس الفلوس. احنا هنعمل ايه بقى استاذ علي؟ احنا نستنى شويه كده لما الدوريات تسخن اكتر او اكتر والدنيا تولع تنورنا بقى في حلقه ثانيه ونكمل كلام عن الدوريات الاوروبيه ان شاء الله. انا بشكرك على وجودك معانا، نورتنا في حلقتنا النهارده. بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم ثاني واخر فقراتنا الحواريه اللي هتنورنا من خلالها دكتوره ايمان المراكبي، وحوار حول اضطرابات الشهيه. اللي مهتم يتابع. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نبتدي معاكم اخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، الفقره اللي هتنورنا من خلالها الدكتوره ايمان المراكبي استاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس، اللي بنسعد دايما وبنستفيد دايما من خلال وجودها معانا. يا صباح الخيرات واهلا بيكي. يا صباح الفل، عامله ايه؟ كل ربنا يخليك الحمد لله. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين وصيف سعيد على الجميع يا رب. يا رب ان شاء الله. صيف حار جدا على الجميع جدا جدا، بس ربنا يهون اهي الدنيا ان شاء الله. شويه كده وشويه بنقرب من الاجواء المفروض تكون الطف شويه الفتره الجايه ان شاء الله باذن طيب الله. احنا النهارده هنتكلم مع حضرتك على موضوع اعتقد ان ناس كتير قوي بتشتكي منه او بتعاني منه، فكره اضطرابات الاكل والشهيه. أيوة. بداية كده، هو اضطراب الشهية أو الاضطراب في مسألة أو ملف الأكل ده بيبقى مرض ولا ده عرض لمرض تاني ولا إيه الحكاية؟ كلام جميل. هو الحقيقة عرض طبعاً لمرض، دي أول حاجة. أوكي. يعني مريض الاكتئاب مثلاً، لو فكرنا في مريض الاكتئاب ممكن يبقى عنده زيادة في الشهية أو ساعات تقفل معاه. يعني يقول لك ده جاله اكتئاب منع الاكل خالص لدرجه دخل المستشفى وخد محاليل وعلاجات ومغذيات عشان يرجع تاني. وناس ثانيه بيجي لها اكتئاب ما بتعرفش توقف اكل، بالليل يفتح الثلاجه ويقوم بالحاجه اللي موجوده كلها، مربى، طحينه، حلاوه، مش اي حاجه موجوده قدامه ياكلها. اوكي. يبقى فعلا الاكتئاب والحاله المزاجيه للانسان بتاثر جدا على موضوع الشهيه. سواء بقى اكتئاب، توتر، في حاجات بقى خاصه بالشهيه نفسها، يعني في امراض نفسيه خاصه بالشهيه نفسها. زي البوليميا مثلا، يعني في مرض اسمه البوليميا. دول بيقعدوا ياكلوا كتير قوي 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 بشراهه شديده، وبعد كده يجي لهم احساس بتانيب ضمير، لان طبعا شايفه نفسها عماله تتخن. ما هي طبيعي ان بتاكل بزياده فبتحس ان هي بتتخن. تبص تلاقيها تعمل ايه؟ تدخل الحمام لوحدها وتحط صباعها في بقها وترجع.
ودي كانت عند ديانا على فكره. الاميره ديانا كانت كده. كتير من عارضات الازياء العالميات عندهم كتير نفس جدا معظمهم طبعًا. ليه؟ لان دايما خسي إيه لازم تلبسي زيرو إيه على المسرح مش عارف شكلك يبقى عامل ازاي، فبيجي لهم من كتر الاسترس خوف وقلق شديد جدا من شكلها، ان هي لو تخنت سنه هيستغنوا عنها. فبيبتدي يحصل الاضطراب ده، هي عايزه تاكل فبتشبع رغبتها في الاكل وبعد كده ترجع على اساس ايه ما يتهضمش. اوكي، طب في حاله الاضطراب سواء بزياده الاكل او بنقصانه تمام، ايه الحل؟ ايه العلاج؟ ايه الحل؟ اول حاجه ان احنا بنشوف هل ده عرض لمرض، يبقى عالج الايه؟ المرض نفسه. تمام. لان انا لو عالجت عرض بس اديتك حاجه تسد الشهيه وانت عندك اكتئاب يعني فاهم ازاي؟ يبقى انا كده ما عملتش حاجه. لان بعد ما هوقف الحاجه اللي بتسد الشهيه هيرجع لي نفس المشكله. فاذا لازم اعالج المرض كويس جدا. طيب تاني حاجه، الامراض كمان اللي بنشوفها بشائعه في موضوع الشهيه الانوركسيا نيرفوزا، اللي هو بيقطعوا الاكل خالص بطريقه جنونيه. تلاقيهم اللي بيجيبوهم على اليوتيوب رفيعين قوي ومعضمين قوي ومش عارفه ايه. البنت تلاقيها هيكل عظمي. دي بتبقى واقفه الاكل خالص. نفس القصه، تيجي تسالها تقول لك انا تخينه. يا بنتي ده انتي ما فيكيش شغته. لا انا تخينه ولازم اخس. هي عقلها مصور لها ان هي عندها زياده في الوزن. اكيد بيعدي على حضرتك نماذج. بيعدي عليا طبعا، والحالات دي بتبقى صعبه جدا. أكيد. يعني تلاقي واحده طويله 180 مثلا ووزنها 35 او 40 كيلو. يا ساتر. بتبقى بقى مش قادره اقول لحضرتك هيكل عظمي قاعد قدامك طبعًا. يعني بتبقى شكلها يخيف، يعني مخيفه. فاضطرابات الشهيه فعلا من الامراض اللي على فكره قد تكون قاتله. اوكي. يعني الانوركسيا نيرفوزا دي في نسبه منهم بيموتوا فعلا. في منها انواع الاضطرابات دي؟ طبعا، ما احنا قلنا مثلا زي البوليميا، زي الانوركسيا نيرفوزا، دي حاجات اضطرابات شهيه. في حاجات تانية بتيجي نتيجه ان انا شايفه نفسي غلط. يعني ايه شايفه نفسي غلط؟ ده بيبقى المخ بيترجم شكلي غلط. اجي اقول لك ارسم نفسك، تروح راسمني نفسك واحد مليان وقد كده زي الكوره. اوكي. وابص لك الاقيك كويس وسلم. طب ايه ده؟ لا، ده خلل في ترجمه المخ للايمج بتاعي، للصوره بتاعتي. فده مشكله كبيره جدا. ده بقى عشان تقعد تقنعه. وده يبقى وقتها يتصنف ان ده دي مشكله نفسيه ولا عضويه؟ دي مشكله نفسيه. بودي ديسمورفيك ديس اوردر، ده اللي هو انا شايفه شكلي عكس ما هو. وعكس ايه بقى؟ الاكستريم. يعني انا شايفه نفسي تخينه قوي وانا رفع الفتله. فاذا ده برضو مشكله. فاذا الاضطرابات دي اول حاجه لازم لو انا عندي اضطراب شهيه اتعرض على دكتور مخ واعصاب وطب نفسي، احدد الاول دي حاجه عضويه ولا دي حاجه نفسيه. خلاص، دي اول نقطه. تاني حاجه اشوف بقى هل في ناس تانية السمنه وراثه. يعني في ناس تانية اللي هو السمنه وراثه، فهو جايه من ايه؟ هو شايف طول النهار ماما بتعمل محشي والطبيخ في البيت والباميه والطشه والمش عارف ايه، فهو طالع على الايه الكالتشر ده. ده عشان تيجي تغير الكلام ده لما يكبر، ما هو شايف مامته كده وبابا كده والدنيا كلها كده. بيدور على عروسه نفس مواصفات والدته. نفس مواصفات، مش طبعًا. العكس بقى ان هو يخرج من العباءه، لا ده هو عايز يعيش في جلباب ابوه يعني. فاذا الموضوع ده مهم جدا، الوراثه والتعلم. يعني انا لو من وانا صغيره متعلمه ان مامتي رفيعه بتروح جيم محافظه على صحتها وبابايا نفس الكلام، هطلع زيهم. اوكي. لا انا بقى العكس، كل يوم محشي، النهارده ناكل محشي ايه؟ وبكره محشي ايه؟ وبعده ايه؟ يبقى احنا كده مش هنخلص. يعني هلاقي علشان انا بعد ما اكبر اولا هكون عندي سمنه. فانا محتاجه اعالج السمنه. طب هو مبدئيا هل يعني الوزن تحديدا هو اللي بيقول اذا كان الواحد عنده مشكله ولا لا في اضطرابات الشهيه؟ يعني لما يكون واحد وزنه زايد دي بالنسبه له لافته للنظر في انه غالبا عنده مشكله، او العكس لو كان رفيع زياده عن اللزوم؟ يعني بالزبط. هل الوزن بس هو المقياس ولا في اي اعراض ثانيه؟ الاعراض الواحد التانية. يبتدي يفكر لا ده انا ممكن يبقى عندي مشكله في الشهيه. هي اول حاجه الوزن والخلل ما بين تقسيمه الجسم، يعني البروتينات اللي هي في صوره العضلات والدهون. الكلام ده كله لو لقيت ترسب دهون مثلا في منطقه البطن او في منطقه الهانش مثلا. أوكي. او كده يبقى معنى كده ان انا في خلل ما. ابتدي ادور هل بقى زياده الوزن دي ناتجه عن مجرد واحد متعود، يعني زي ما قلت لحضرتك جينات وكده والوراثه لعبة دور كبير، ولا الموضوع حاجه نفسيه ومحتاجه تتعالج؟ ولو عالجناها بنبتدي نظبط ده مع ده بقى. طيب
على حد علمي ان حضرتك عايزه تكلمين عن منتج معين من شأنه ان هو يساعد في اللي احنا بنتكلم فيه ده، صح؟ بالظبط، عشان يسرع المهمه. يعني انا دلوقتي بعالج مريض نفسي مثلا عنده اكتئاب واصيب بالسمنه المفرطه نتيجه الاكتئاب، فانا هدي له علاج الاكتئاب ده نمره واحد، وهدي له وطبعا اظبط له النوم لان النوم معروف قوي ان قله النوم ممكن تسبب سمنه. وتاني حاجه هدي له بقى منتج يزود الحرق ويحسن الهضم عنده، لان بيبقى عندهم برضو اضطرابات في الهضم، وكمان يظبط لي الطبيعه، يعني ما يبقاش ممسك. يعني طبعا اللي عنده اكتئاب ما بيتحركش، فغالبا بيبقى ممسك لانه فاقد الرغبه في اي شيء. بالظبط. والحقيقه المنتج ده ممتاز جدا جدا للي عندهم امساك على فكره. يعني انا جربته في ناس عندها امساك ما عندهمش اكتئاب وما عندهمش سمنه وما عندهمش حاجه، عندهم امساك فقط. ممتاز. وعمل شغل كويس معاه جدا، فوق الوصف، احسن منتج لعلاج الامساك. تخيل بقى ليه؟ لانه بمنتهى البساطه مليان الياف طبيعيه، والالياف الطبيعيه هي المسؤوله عن اليونت البراز وان العمليه تمشي مظبوط، عمليه الاخراج نفسها. بالظبط، لان هو ربنا خالق عمليه الاخراج معتمده على الالياف. واحنا معظمنا لا بناكل الياف. يعني قول لي كده اخر مره انت اكلت بقدونس وجرجير وسلطه مليانه حاجات خضره كده بالمنظر اللي هو المفروض؟ كان تقريبا 1967 بس كده. الله اكبر، ما شاء الله. لو ما خانتنيش الذاكره. طب تخيل دي اخر مره اكلت فيها. طب تخيل بقى ان انا المفروض كل يوم اكل وانت من ده فعلا احنا عندنا كتير جدا من الكالتشر بتاعنا فيه مشكله. بالظبط كده، المفهوم والموروث بتاعنا كمان صح خاطئ الى حد كبير. مفيش سلطه خضراء على الترابيزه. يعني مثلا من ضمن الموروثات بتاعتنا ان في اكلات معينه بتساعد على زياده الخصوبه، اكلات معينه بتساعد طبعا، فده خلانا داخلين واخدين الاكلات دي بالحضن كلها. صح صح. فكل ده دهون وبلاوي وكانسر على فكره، ويرجع يقول لك هو الكانسر زاد ليه؟ الكانسر زاد علشان الطريقه اللي بناكل بيها غلط. لما انا كل اكلي دهون ودهون حمراء ولحمه ضاني ومش عارف ايه، طب ما في النهايه هتنتهي بايه؟ سمنه مفرطه وكانسر وامراض مناعيه. صحيح. حاجات كتيره جدا. طيب خلينا نرجع للمنتج اللي حضرتك بتتكلمي عليه. بالظبط، المنتج بقى احنا زي ما بقول لحضرتك هو الياف طبيعيه، ثلاث الياف رئيسيه. اول حاجه الشوفان، رده القمح، والسيليوم. دول من الالياف المهمه جدا جدا. أوكي. اللي بتظبط الامعاء وبتحسن الهضم جدا بطريقه صحيه وطبيعيه زي اللي ربنا خلقها. هو تحسين الهضم ده مع كميات طبعًا اكل كبيره نسبيا، مش ده يزود الوزن كمان؟ ما هي بقى الفكره كده، ان انا لما هدي لك الالياف والحاجات اللي عليها اللي بتزود الحرق هتقلل حجم المعده. انا دلوقتي المعده كده مليتها بالمنتج دوت، هيتفضل لي حته قد كده، يبقى انا كاني عملت تكميم معده قبل كل وجبه. اوكي، يتفضل لي حته قد كده. يبقى الصبح لو اخذت الصبح يعني شريحه مثلا فراخ متشوحه كده هوت على الجريل من غير لا سمنه ولا زيت ولا حاجه هتشبعك وتديني شعور بالامتلاء. انت لو اخذت بروتين، لو كلت بيض مسلوق هتديك شعور بالامتلاء. هو يعني لان هي مليانه الياف. الالياف بتنفش في المعده. انا فاهمك، انا بتكلم بقى على حته حجم المعده دي. انا عايز اسالك على التفصيله دي، لان في ناس بتسعى ان هي تكبر حجم معدتها، وفي ناس بتسعى في العكس ان هي تقلل حجم. حسب هو عنده زياده وزن ولا اللي نجح وزنه اللي نجح يعني اللي وزنه ضعيف ونجح في انه يكبر معدته تمام باي طريقه، يعني بمنتجات معينه، فواتح شهيه ايا كان، تمام، والمعده اتفتحت فعلا، هل توقف عن لو هو توقف عن الحاجات اللي هترجع المعده ترجع تاني للحجم الطبيعي ولا بتفضل على الوضع العادي؟ لا لا بترجع تاني. لازم ترجع. لا بترجع تاني. ليه؟ لان المعده في المجاعات مثلا، هل حضرتك معتقد ان هم كانوا بياكلوا الاول كويسين وبعد كده لما جه مجاعه هل بياكلوا بنفس الطريقه او معدتهم نفس الحجم؟ ما يستحملوش. لا، فاذا انا المعده بتاعتي ممكن ترجع بسهوله للحجم الطبيعي بتاعها. لو انا مشيت على المنتج ده هيبتدي كميه الاكل اللي انا باكلها تقل، فبالتالي الانكم اللي داخل لي اللي داخل قليل، فبالتالي لازم اخس. طب وايه ثالث حاجه؟ ان هي بتاثر على الشبع. اوكي، بتديني الشعور بالشبع. خلينا نقف عند التفصيله دي تفصيله مهمه جدا، واستاذنك نشوف حاله استاذ ابراهيم. تمام. واحد من الناس اللي يعني استعمل المنتج ده وواضح انه عمل معاه شغل كويس. خلينا نشوف التجربه بتاعته كانت عامله ازاي. ويلكم. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم بيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه
بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. طيب استاذ ابراهيم كانت تجربته ناجحه وسعيده مع المنتج. تعالي بقى نعرف الناس شويه تفاصيل ابتداء من كيفيه الاستخدام، معدل الاستخدام، اصلا استخدمه قد ايه، هل اوقف استخدامه لما اوصل للوزن اللي انا شايفه انه مثالي اللي انا عاوزه، مثالي من وجهه نظري، ولا لازم الواحد يستمر عليه فتره معينه بغض النظر عن حجم الاستجابه بتاعه الجسم؟ انا بالنسبه لشغلي يعني اللي انا بعمله مع المرضى ان انا طبعا بخلي المريض ياخد قبل الوجبتين الرئيسيتين طول ما احنا تحت ال100 كيلو. اوكي. فوق ال100 كيلو انا بديه قبل الثلاث وجبات، لان ده اكيد بالليل اللي هو فوق ال100 ده اكيد بالليل الدنيا بايظه عنده. بالظبط، قاعد جوه الثلاجه وخصوصا في الحر ده. فاذا لازم اديله بالليل. طب في ناس تقول لي ايه، طب يا دكتور انا بالليل ما باكلش. اقول لها معلش خدي برضو البيستا حتى لو ما اكلتيش. ليه؟ لان انا لما ادخل انام وانا شبعانه غير ما انا ادخل انام وانا بتلوع ويعني ابتدي، لان انا هعوض الصبح هبهدل الدنيا. فاقول لها لا مش مشكله خدي البيستا حتى لو ما تعشيش. واللي بينام جعان ده بيقعد يفرك في مرحله ما لازم يقوم ياكل برضه بالظبط يعني. فعشان ما تضعفش عندي حتى مريض، وهو على فكره صديق قبل ما يكون مريض. أوكي. صديق للعيله يعني. اوكي. قابلني لسه قريب بيقول لي تخيلي يا دكتور انت قلتي لي خدي قبل الوجبتين الرئيسيتين، انا بقيت اخد بالليل عشان بشبع، بنام شبعان جدا، ربنا يكرمك يا رب، لان كانت عندي مشكله خطيره بالليل. فاذا لو اخذناه ثلاث مرات مفيش اي مشكله. هو توقيت الاكل بيفرق زي نوعيه طبعًا. الاكل طبعا توقيت الاكل بيفرق، لان انا المفروض بعد الساعه 6 7 مساء ما اكلش اي حاجه زي بره. حضرتك بره تسمع ان حد بيتعشى الساعه 11، الدنيا بره بتقفل الساعه 6. انا كتير سافرت بره الدنيا بتقفل 6. لما كنت ببقى ماشيه في الشارع كانوا بيضحكوا عليا، يعني دي اكيد عبيطه او في حاجه عندها مش مظبوطه. ليه؟ لان الريستوران هناك كله بيقفل الساعه 6 اخر حاجه. دي الناس دي صح، هم بيصحوا بدري ويناموا بدري، احنا عندنا الكالتشر متلخبط، احنا عندنا الدنيا بنصحى تكاد تكون معاكسه متاخر. بالظبط العكس. فاذا ميعاد النوم مهم، ولازم يكون ساعتين بعد الوجبه انام. أوكي. مش قبل كده يعني، مش اكل وانام. اوكي. ده برضك يزود، لان انا اثناء النوم مش بحرق حاجه. ده بالعكس انا كل اعضائي هاديه ونايمه، والريسبيريشن يا دوبك على قد النفس، انا مش محتاجه حاجه اكتر من النفس. اوكي. فما ببذلش حاجه وما بحرقش حاجه. يبقى اذا ما اكلش قبل، يعني ما اقعدش مثلا اكل واروح داخله نايمه. ده برضو المصريين بيعملوا كده، يقول لك هناكل ودماغي تعمر وانام. كلام غريب جدا. فاذا البيستا لو خدناه بالليل هيصد النفس. بس الناس اللي فاهمه يقول لك ايه، يقول لك اتعشى وتمشى. بالظبط ده امثال جدودنا ما قالوش كلمه غلط. اتعشى وتمشى. بالظبط كده. فاذا البيستا الميزه فيه كمان انه لو خدت معايا بقى حاجه فيتامين اسمه الب مالتي فيت دوت، بيمنع اي اعراض جانبيه من ناحيه ان انا تساقط شعر، من ناحيه بهتان في البشره، احساس بالضعف العام. احساس بالضعف العام هو مقوي عام ومقوي للمناعه وللاعصاب وللمخ، لانه مليان مجموعه فيتامين ب بصوره رهيبه. يعني التركيز اعلى منتج فيه، كل الزنك اعلى منتج، الفيتامين بي اعلى منتج، فيتامين بي كل العائله لغايه البيوتين. البيوتين مهم حتى في امراض المناعيه، عندنا مرض اسمه التصلب المتعدد انا بكتب فيه البيوتين. اوكي. فده برضو موجود جوه الالب مالتي فيت. فاذا بيعزز المناعه، بيعزز الطاقه، بيديني طاقه، بيديني نضاره في البشره، الشعر ما يقعش بالنسبه للسيدات. بالنسبه للرجال دلوقتي ما شاء الله الرجاله دلوقتي بيطولوا شعرهم برضو، بيهتموا بالموضوع الشعر يعني مش بس للسيدات. الحقيقه دي ايام يعلم بيها الا ربنا. ايام سودا ان شاء الله. بكلمك على بشره الرجاله وضوافرهم وحاجات كده. لا ما تقلقش، بيتكلموا رايح على فين يا بلد، في فيديوهات كده شغاله وانا بشوفها الحقيقه، ويعني الحمد لله. فاذا الانسان لو اخذ ده وده بدون اي خوف زي ما حضرتك قلت، هل ينفع اخده شهور وسنين؟ ما يجراش اي حاجه. اوكي. يعني انا دلوقتي كنت 120 كيلو مثلا، نزلت بقيت 80، طب انا عايز اثبت الوزن. مفيش ما يمنع ان انا امشي كلايف ستايل. احنا بنتكلم دي الياف مغذيه، دي مش حاجه ضاره، ومعاها حاجات بتزود الحرق. فاذا المنتج هايل، مفيش مشكله خالص ان انا امشي عليه، مفيش اي تعارض مع اي مرض ولا اي حاجه. يعني حتى اللي عنده اللي عامل قلب مفتوح،
اللي عنده مشاكل في القلب، ضعف في عضلة القلب، الأمراض المزمنة مثلا زي الأمراض المزمنة الخطيرة، مرضى الكانسر على فكرة. يعني أي ما فيش أي مانع لأنه ناتشرال، إحنا بنتكلم مع حاجة طبيعية، منتج طبيعي. وعلى فكرة بتجيلي بعد الحلقات تليفونات إن بابا عنده قلب عامل قلب مفتوح، الوزن كتير، الدكتور طالب إنه لازم ينزل في الوزن لأنه كوليسترول عالي. فطبعا تخيل أنا بظبط لك الكوليسترول كمان بإن أنا أديك ألياف فتصد الشهية وتظبط الهضم وتنفش في المعدة يعني، فيقل الدهون طبعا. والشراهة للدهون على فكرة، الواحد لما بيبقى عنده اكتئاب بيبقى شره للدهون وللحاجات التقيلة، مش بيبقى شره على فكرة الخضروات. يعني عمرك كده مريت بأزمة وقلت أنا عايز أكل جرجير؟ لا أو دايما تقول ايه انا عايز اروح اكل موزه صحيح. انا عايز اعمل معرفش ايه صحيح. واللي يقول لك على الفيسبوك مش عارف الدكتور كاتب لي موزتين بالليل ويجيب موزتين ضاني مش عارف من عند مين وياكلهم بالليل، الكلام ده كله هو ده اللي بيحصل. يعني انا بلاقي العيانين يقولوا لي يا دكتور انا كنت ماشي كويس وانهارت. المشاكل اللي في الحته دي بتبقى دمها تقيل قوي عند صاحبها يعني، ده أكل الأكل ده من مباهج الحياة. ففي ناس بتعاني من إن هي مش عارفة تفرمن نفسها صح. من الاستمتاع بمباهج الحياة دي أيوة. وناس تانية نفسها تستمتع بيها بس ما عندهاش الشهية بس أرجع أقول لك حاجة أنا يمكن بقولها دايما، إن 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 في القرآن قال إيه في الجنة ربنا، إن إيه ولحم طير مما يشتهون. يبقى إذن ربنا حتى ما جابلكش سيرة لحمة حمراء أيوة. في القرآن أيوة. جيب لي آية فيها لحمة حمراء في القرآن صح كده؟ لحم طير ليه؟ على حد علمي يعني لو لقيت وعلى حد علمي أنا كمان لو لقيت حد يعني في الدايت ماشي على لحمة حمراء أو الدكتور ممشي كتير على لحمة حمراء، طبعا ما فيش ما يمنع إن إحنا بنمشي على الستيك مثلا أو على حاجة لحمة مشوية أو بس أوقات معينة، دايما الدكتور لا ينصح بيها فترات طويلة، لكن يقول لك إيه فراخ مشوية طبعا إيه على الجريل مش عارف صدور فراخ، يقول لك حتى الوراك مليانه دهون. يبقى اذا انا لازم اراعي نوعيه الاكل، ازود البروتين، ازود الخضروات، اقلل الكربوهيدرات، استخدم المنتج البيستا مع الالب مالتي فيت، هخس واللي مش هيخس يرجع لي. لا انت مش هخس، انا هفرجك وانا هوريك انا هوريكوا بقى. وطبعا بشكرك نورتينا وشرفتينا وافدتينا كالعاده، ربنا ان شاء الله نشوفك على خير في حلقه جايه من البرنامج. ربنا يخليك ان شاء الله خير. ونشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا، ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.